السلام عليكم خوتي الأعزاء، جبت لكم خبر يفرح من عند الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إن شاء الله يا ربي يكون هذا الخبر فيه الخير على الجزائريين، وإن شاء الله يا ربي يكون فيها خير. وأنا مدابيا ما يتعاودش الماتش، نظل نقول لكم مدابيا نتكاليفيا وديرك. والناس اللي تقول لك باللي سي بو ما نتكاليفيا، واش خوتي نتكاليفيا 1000%. تقسوني علاش خوتي؟ كل نهار راه يزيد يبان دليل، وكل نهار كاينة عفسة جديدة. وزيد اليوم راه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دارت عفسة جديدة، سما باينة باللي كاينة خير خوتي. والأخبار اللي عند الفاف ماشي اللي عندنا حنايا، حنايا يوصلونا روطار. وانا راني نوافيكم جميع الاخبار اللي هنا في القناه تاعي، سما ديروا لنا ابوني نوصلوا 100000 قبل ما يخلص شهر رمضان. وهاوليك هذا الخبر خوتي، موقع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ادخلوا دوكا شوفوا خوتي، ماشي نهضر باش نهضر، ادخلوا تلقاو النتيجه تاع مباراه الجزائر والكاميرون، مباراه الاياب نحوها كامل اليوم خوتي، وزاد تنحات من موقع الفيفا كيما راكم تشوفوا. ما انتها مازال ما داروا لهاش تاريخ اصلا، حنا لعبناها كملنا ولا هنايا مازال ما كاش كاع تاريخ. وهذا اكبر دليل انه الاتحاديه الجزائريه لكرة القدم دارت تطنعن، والفيفا راه يتراجع في الامر. وان شاء الله يا ربي ما يتعاودش الماتش ونتكاليفيا وديريكت خوتي الاعزاز، مازال كاين امل، وكل نهار راه يبان دليل جديد. وراني نقول لكم في القناه، والله يحفظكم خوتي، نظل نقول لكم ديروا لنا ابوني نوصلوا 100000 باش نجيب الدرع تاع اليوتيوب. الحلم تاعي الدرع وصلوني لتماك.